موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. قال ابن جرير رحمه الله: وأما قوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، فإن قول من قال عنا به الجن أقرب وأشبه بالصواب. ده من أعجب الكلام، لأن الجن لا يقاتلون بالسلاح، فكيف يكون ذلك إرهابا لهم؟ إنما الجن يجاهدون بالاستعاذة بالله، بالذكر، بمخالفتهم فيما يأمرون به. فمجاهدة الشيطان ليست بالسلاح. حتى يقال أن آخرين من دونهم لا تعلمونهم هم الجن، مع أنه لم يذكر من قال ذلك، إنما أكثر من ذكر أقوالهم من السلف أنهم المنافقون، وقال بعضهم فارس، وقال بعضهم قريظة. وإذا كان الله قد قال لا تعلمونهم، فهذا يشمل جماعات كثيرة من الكفار، وإن كنا لا نعلمهم، فالأولى أن نعمم القول كما ذكره الله عز وجل لا تعلمونهم. وكل هؤلاء المذكورين، يعني خصوصا المنافقين الذين لا يعلم المؤمنون أعينهم، حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الله له: وممن حولكم من أهل المدينة منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فكيف يكون أن الجن هم المقصودون؟ قال: لأنه جل ثناؤه قد أدخل بقوله ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الأمر بارتباط الخيل لإرهاب كل عدو لله وللمؤمنين يعلمونهم. ولا شك أن المؤمنين كانوا عالمين بعداوة قريظة وفارس لهم، لعلمهم بأنهم مشركون، أنهم لهم حرب، مع أن وقت نزول الآية لم يكن هناك حرب مع فارس، وقريظة كانوا في عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لهم وجه لأنهم يعلمون عداوتهم. أما قريظة فلم تكن حربا في ذلك الوقت، ولا معنى لأن يقال وهم يعلمونهم لهم أعداء. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، ولكن معنى ذلك إن شاء الله: ترهبون بارتباطكم أيها المؤمنون الخيل عدو الله وأعداءكم من بني آدم الذين قد علمتم عداوتهم لكم لكفرهم بالله ورسوله،
وترهبون بذلك جنسا آخر من غير بني آدم لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم، الله يعلمهم دونكم لأن بني آدم لا يرونهم. شيء عجيب والله. ألأجل أننا لا نراهم يبقى إذن هم المقصودون، أو لا يوجد غيرهم ممن لا نعلمهم؟ في ذلك الوقت لم يكونوا يعلمون أنهم يمكنهم أن يحاربوا فارس. ده كان مجرد جيش الكفار جعل فريقا من قريش، جعل فريقا من المؤمنين كارهين، ولقد جيش الكفار. فكيف يعني يكون الحال في المستقبل؟ لم يكن هؤلاء يعني يعلمون أنهم سوف يقاتلونهم، ولم تكن فارس في ذلك الوقت ترهب، وإنما الظاهر أنهم أناس من المنافقين لا يعلمهم المؤمنون، وقريظة أيضا كذلك، لأنهم وإن كانوا أعداء إلا أنهم كانوا في عهد، فقوة المسلمين ترهبهم وتمنعهم من أن ينقضوا ذلك العهد، وفي قلوبهم نقضه لو تمكنوا. قال: والله يعلمهم دونكم اللي هم الجن لأن بني آدم لا يرونهم. وقيل إن صهيل الخيل يرهب الجن، وأن الجن لا تقرب دارا فيها فرس، وهذا ليس فيه حديث صحيح، والله أعلى وأعلم. يقول الشيخ شاكر: ذكر ابن كثير في تفسير خبرين، أحدهما رواه ابن أبي حاتم عن زيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هم الجن. وقال: لا يخبل بيت فيه عتيق الخيل. قال ابن كثير: هذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه. وهذا الذي قاله الطبري رده العلماء من قوله والله وحق لهم. وقد رجح ابن كثير وأبو حبان أن المعنى بذلك هم المنافقون، وهو القول الذي رده أبو جعفر فيما يلي. ورد أبي جعفر رد محكم. فإن كان لنا أن نختار فإني أختار أن يكون عنا بذلك من خفي على المؤمنين أمره من أهل الشرك كنصارى الشام وغيرهم ممن لم ينظر المؤمنون عداوتهم بعد. ويقول: والآية عامة، لا أدري كيف يخصصها أبو جعفر بخبر لا حجة فيه. قال أبو جعفر: فإن قال قائل: فإن المؤمنين كانوا لا يعلمون ما عليه المنافقون، فما تنكر أن يكون عني بذلك المنافقون؟ قيل: فإن المنافقين لم يكن تروعهم خير المسلمين ولا سلاحهم، وإنما كان يروعهم أن يظهر المسلمون على سرائرهم التي كانوا يستسرون من الكفر، وإنما أمر المؤمنون بإعداد القوة لإرهاب العدو، فأما من لم يرهبه ذلك فغير داخل في معنى من أمر بإعداد ذلك له المؤمنون. وقيل: لا تعلمونهم، فاكتفى للعلم بمعنى، بيقول فاكتفى بمعنى للعلم بمنصوب واحد في هذا الموضع، لأنه يريد لا تعرفونهم، كما قال الشاعر: فإن الله يعلمني ووهبا، وأن سوف يلقاه كلانا. لأن أصلا علم
بتبقى بتاخد مفعولين، علمته شجاعا، علمت احمد كريما، علمته دي تاخد ايه مفعولين، فهنا بيقول خدت مفعول واحد لان المقصود به المعرفه. الجواب عما ذكره اللي قواه الشيخ شاكر وقال انه رد محكم، في الحقيقه رد ضعيف، لان طبيعه المنافقين انهم اذا وجدوا ضعفا في المسلمين اظهروا نفاقهم، ولو اعداء الله اتخذوا اليهود والنصارى اولياء، وهذا امر ظاهر والله. فعندما تضعف قوه المسلمين تلد المنافقين يملؤون السهل والوادي، واذا ظهر بعض ظهور للمسلمين تجد هؤلاء المنافقين الذين يطعنون في ثوابت الدين يزدلفون الى المسلمين، مجرد لم يكن ظهورا يعني حقيقيا، وانما كان يعني بعض الظهور، الزنادقه الذين يعلنون الان زندقتهم كانوا يزدلفون الى كل الطوائف الاسلاميه بعد يعني منذ 10 سنوات مثلا، سبحان الله. فكذلك المنافقون متى نجم النفاق، اظهر المنافقون يعني نفاقهم او كلامهم وهددهم الله عز وجل فسكتوا في غزوة الاحزاب، قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. وقال الطائفة ايضا يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فهؤلاء عندما يجدون قوة للمؤمنين يسكتون ويكتمون ما عندهم فلا يظهرونه، كما قال عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هو نفسه الإمام الطبري قايل في قول الله جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال أنه جهاد المنافقين بالسيف إذا أظهروا نفاقهم. فكيف يكون المنافقون لا يرهبون قوة المسلمين، بل هم يرهبونهم إذا ما دخلوا في الإسلام إلا عند ظهور القوة للمسلمين. لما غلب المسلمون المشركين في بدر قال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه، فدخل في الإسلام وهو يضمر النفاق، وكان يظهر منه أحيانا ولو وجد فرصة ليس فيها خوف أظهر ما في سره وباطنه هو ومن معه من المنافقين الذين كان بعضهم لا يعرفون. فلذلك الصواب أنه يشمل هؤلاء المنافقين الذين لا يعلم المسلمون أعيانهم كما يشمل من لم يكن يخطر ببالهم ذلك الوقت من أعداء، يعني لم يكن وبينهم قتال قريب، وما كانوا يتصورون في ذلك الوقت أن يغزوهم ويقاتلوهم. الله أعلى وأعلم. قال ابن جرير في تأويل قوله وما تنفقون من شيء في سبيل الله، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال يقول تعالى ذكره وما أنفقتم أيها المؤمنون من نفقة في شراء آلة حرب من سلاح أو حراب أو كراع أو غير ذلك من النفقات، كراع الخيل يعني،
وما جابش السهام مثلا والنبال اللي هي الرمي اللي هو نص عليها في الحديث. قال: أو غير ذلك من النفقات في جهاد أعداء الله من المشركين يخلفه الله عليكم، يخلفه الله عليكم في الدنيا، يخلفه الله عليكم في الدنيا ويدخر لكم أجوركم على ذلك، على ذلك يدخر لكم أجوركم على ذلك عنده حتى يوفيكموها يوم القيامة وأنتم لا تظلمون. يقول: يفعل ذلك بكم ربكم فلا يضيع أجوركم عليه، على هذه النفقات، على ما أنفقتم من شيء. على ابن إسحاق: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا يضيع لكم عند الله أجره في الآخرة وعاجل خلفه في الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. ثم روى قال الإمام أحمد ساق السند عن عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولهذا الحديث طرق أخر عن عقبة بن عامر، منها ما رواه الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن رجل عنه. يعني إذا كانت هذه الطريق فيها مجهول وهي التي ذكرها ابن جرير فغيرها يكفينا. وروى الإمام أحمد وأهل السنن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. كما ذكرنا أن الرمي هو المؤثر تأثيرا شديدا في العدو. وروى الإمام أحمد حديث صحيح، هو حديث صحيح. والحديث رواه الترمذي والحاكم في المستدرك وابن ماجه. وقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، أطال لها الحبل يعني لتنطلق وتجري. مرج أو روضة يعني زي حديقة، مرج فيه زراعة، أرض زراعية يعني. فما أصابت في طيلها ذلك، في طيلها في حملها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها، قطعت حبلها، فاستنت شرفا أو شرفين فجرت، استنت يعني جرت، شرف يعني أرض مرتفعة، فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، يعني بيشتغل عليها
يتغنى بها عن غيره، استغني بها عن سؤال الناس، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. حق الله أن يعين عليها إذا احتيج إليها في الجهاد أو نحو ذلك. قال: فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء، يعني معاداة، مناوئا لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. الفاذة يعني منعدمة النظير، المنفردة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه البخاري هذا لفظه ومسلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.